عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما في حفظه ورعايته، وأن يجعلنا تحت لوائه، وأن يسقينا من يده الشريف شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، وأن ينعم علينا بالسرور الدائم والحبور والسعادة والفرحة بميلاد خيره من أنجبت البشرية كافة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام أبي شجاع، قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المعروف بغاية الاختصار، بغاية الاختصار، قال: فصل. كنا قبل ذلك، ونحب أن نكرر هذا لا سيما إذا كان الكلام موضوعا للمبتدئين، نحب دائما أن نكرر الكلام في هذا المجال ونقول: الفصل لغة هو الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا اسم لدال جملة من العلم مشتملة على مسائل غالبا. فاليوم نتكلم على الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. فالإسلام كمنظومة تشريعية جاءت لخدمة البشرية، وجاءت لإسعاد الناس، وجاءت لابتلائهم بالتكاليف، وجاءت كي تعلمهم مراد الله من الخليقة. ومن ضمن هذه التشريعات أن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بالبشرية في آدابها، كيف يعني تقضي حاجاتها وما هي الأحكام المتعلقة بذلك. فالكلام هنا في آداب قضاء الحاجة، وكذلك في الاستنجاء. وآداب جمع أدب، والأدب في الاصطلاح هو ما يطلب على سبيل السنة، فيتكلم هنا على آداب قضاء الحاجة ويتكلم على الاستنجاء. فبدأ بالكلام على الاستنجاء. بعض العلماء يعبر عن هذا الفصل بالاستنجاء، وبعضهم يعبر عنه بالاستطابة، وبعضهم يعبر عنه بالاستجمار. فلدينا ثلاثة مصطلحات: الاستنجاء وهو الذي استعمله صاحب غاية الاختصار، والاستنجاء استفعال على وزن استفعال، لو جبنا الميزان الصرفي، لو أتينا بالميزان الصرفي ووزننا استنجاء سيأتي وزنها استفعال، استنجاء. ودائما نقول بأن الألف والسين والتاء تأتي للطلب غالبا. فالاستنجاء هنا معناه طلب النجاة، طلب النجاة، والنجاة هو الخلاص من الشيء. فكأنه الذي يدخل الخلاء ويستعمل الماء أو الأحجار بالطريقة الشرعية المرعية، كأنه يطلب النجاة من هذا الخارج الملوث، لأنه تعافه النفس وتستقذره. والاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، كأنه مأخوذ من إيه؟ بس انظر إلى أصل المادة، من القطع. فالمستنجي يقطع به، أي بالاستعمال الاستنجاء بالطريقة الشرعية يقطع به الأذى عن نفسه. والاستجمار
ما هو الاستجمار أيضا يقال فيه الألف والسين والتاء تدخل للطلب غالبا، فهي طلب الجمار، أي طلب الجمار، أن الجمار الصغار، الجمار أي الجمار الصغار، طلب الجمار الصغار كي يقطع بها الخارج الملوث. والاستطابة مأخوذة من الطيب، لأن قاضي الحاجة يريد أن يطيب نفسه بقطع ودفع الأذى عن نفسه بسبب وجود البول والغائط. هذه الثلاث مصطلحات، ثلاثة مصطلحات. طيب ما المراد بالاستنجاء والاستجمار والاستطابة؟ المراد بهذه الثلاثة هو دفع الأذى من البول والغائط وكل خارج ملوث عن محل خروجه. وتطلق هذه الثلاثة كما يقول علماؤنا على إزالة الأذى عن المنفذ، يعني عن المنفذ الذي خرجت منه. طيب والاستطابة تستعمل في الماء والحجارة، والاستنجاء يستعمل في الماء والحجارة. تقول استطبت بالماء واستطبت بالحجارة، وتقول استنجيت بالماء واستنجيت بالحجارة، ولا تقول إلا استجمرت بالحجارة. فالاستنجاء والاستطابة يعمان الماء والحجر، وأما الاستجمار فإنه خاص بالحجر فقط. علمنا أن الاستنجاء هو عبارة عن إزالة ما على المنفذ من الخارج الملوث. ما حكمه في الفقه؟ الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه يقول واجب الاستنجاء، واجب بمعنى أنه لو لم يفعله أثم وتحمل ذنبا. ثم علماؤنا قالوا بعد ذلك الاستنجاء واجب على الفور أم على التراخي؟ قالوا الأصل فيه أنه واجب على التراخي، إلا عند الحاجة فيجب على الفور. والحاجة عدها علماؤنا وقالوا أنه إن لزم من تأخير الاستنجاء تلوث بالنجاسة في سائر البدن فإنه يجب إزالة أو يجب الاستنجاء على الفور، قضى حاجته من الغائط وأراد أن يقوم، فلو لم يستنجي سيتلوث البدن بالغائط، واجب عليك فورا أن تزيل ما على المنفذ، وإلا تضمخت بالنجاسة، والتضمخ بالنجاسة حرام. يعني إيه تضمخت بالنجاسة؟ يعني تلوثت، تنتقل النجاسة من مكان لمكان لمكان وهكذا، تبقى على طول نجس يعني متنجس، لأن المؤمن لا ينجس. أو عند القيام إلى الصلاة دخل الخلاء، قضى حاجته، لم يبق على الصلاة إلا قدر الوضوء وصلاة 4 ركعات صلاة الظهر مثلا، فيجب عليه حينئذ فورا أن يستنجي، ولو أخر الاستنجاء أثم بتأخير الاستنجاء، لأنه لو أخر الاستنجاء سيؤدي إلى تأخير الوضوء والوضوء والصلاة وإخراج الصلاة عن وقتها، وذلك حرام ولا يجوز. أو عند ضيق الوقت تكلمنا عنه، أو قضاء الحاجة بمكان لا ماء فيه، فش ماء وفي حجار استعمل الحجار، وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت وقد دخل، عليك حينئذ لأنه لا يجد الماء
وهو في محله ومعه أحجار استنج بها الآن على الفور. لماذا؟ قالوا لأنه لو جف الخارج لما أجزأ فيه إلا الماء، والماء غير موجود، فيؤدي ذلك إلى إخراج الصلاة عن وقته، ويؤدي ذلك إلى يعني العصيان بترك الصلاة. طيب أول جزئية. وإحنا قلنا إن الاستنجاء له أركان. مستنجي، الشيخ البجور بيقول كده، مستنجي ومستنجى فيه ومستنجى به. مستنجي أي الشخص الذي يقوم بعملية الاستنجاء، ومستنجى فيه وهو المكان الذي يخرج منه الخارج، ومستنجى به وهو الماء أو الأحجار. لا، ما احنا عندنا كمان رابع وهو مستنجى منه. هي دي اللي انت كنت بتدور عليها. هم أربعة: مستنجي ومستنجى فيه ومستنجى به ومستنجى منه، يبقى كام؟ أربعة. وإنما يجب من البول والغائط، يبقى ده إيه؟ مستنجى منه. من أي شيء نستنجي؟ نستنجي من البول ومن الغائط، ما هو معروف بقى البول والغائط عام. وإنما يجب من البول، يبقى ده يا مشايخ ده المستنجى منه. ركن الإيه مولانا؟ المستنجى منه، من البول ومن الغائط ومن كل خارج ملوث من السبيلين عدا المني، ولو كان الخارج دما. طيب احنا عندنا هنا في كلام لطيف جدا، يعني إلا المني. لماذا؟ لأن المني وإن كان ملوثا إلا أنه لا يجب الاستنجاء منه. طيب إحنا عندنا اللي بيخرج من القبل والدبر إما أن يكون معتادا وإما أن لا يكون معتادا. فمن المعتاد يعني الذي يخرج على سبيل الاستمرار البول والغائط، ومن غير المعتاد أن يخرج الدم من القبل أو الدبر. فوإن خرج المعتاد أو غير المعتاد من القبل أو الدبر وجب الاستنجاء منه، وإما أن يخرج منه مذي يجب الاستنجاء منه. ويضاف بعد ذلك في باب النجاسات أحكام تتعلق بالمذي أو الودي، أيضا كذلك مما يخرج من القبل، من القبل بس ما بيخرجش من الدبر الوادي. طب والريح؟ ما تخرج الريح، ولكن قال إيه؟ قال لك ملوث. والريح ده إيه؟ ليس ملوث، ولذلك لا يستنجى من الريح بالإجماع كما سيأتي النص عليه في آخر الكلام. احنا معانا 75 فقرة في كتاب في فصل الاستنجاء، هيأتي في آخر الفقرات. طيب يبقى احنا عندنا مستنجي اللي هو الشخص، والشخص إما أن يكون واضحا وإما أن لا يكون واضحا. كلام بقى تفاصيل دقيقة، مش عايزين، لا نريد أن ندخل طلبة العلم المبتدئين في هذا. خش على الفقرة الثانية وإحنا بنقرأ مع بعض كده يا أخوانا، فقروا الكتاب من أجل أن تذاكروا. الفقرة الأولى: الاستنجاء واجب، وتضع شرطة كده وتكتب على الاستنجاء واجب واحد من البول والغائط، شرطة
واثنين. فالأولى في بيان حكم الاستنجاء، والثانية في بيان ما يستنجى منه. لو عايزين نعمل بقى العلم بقى سؤال وجواب، هبدأ معاكم كده إن شاء الله، هفك طلاسم عقولكم بهذا. حد يجي يقول لي ما حكم الاستنجاء من العرق؟ ها؟ عشان يعني ايه ما نزعلش من بعض، انا هو بسبق اهو. قال يبقى الفقرة الثانية من البول والغائط، ومثل البول والغائط كل خارج ملوث من السبيلين ولو كان نادرا او معتادا الى اخر ما ذكرناه. الفقرة الثالثة قال والأفضل، الأفضل دي أفعل تفضيل تقتضي المشاركة بين اثنين مع زيادة أحدهما على الآخر. إيه بقى هو الأفضل؟ قال والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. دي الفقرة رقم ثلاثة، هنسميها يا شيخيني الجمع بين الماء والأحجار في الاستنجاء، أفضلية الجمع بين الماء والأحجار في الاستنجاء. ومن هنا قبل أن نتكلم على هذه النقطة، نقطة ليه؟ لأن احنا بندور حواليها مش نكتة، يعني فائدة. هذه النقطة في داخلها جواز الاستنجاء بالماء فقط، وجواز الاستنجاء بالاستجمار فقط، وجواز الأمرين. فأنت بين ثلاث حالات. الحالة الأولى وهي الأفضل أن تجمع بين الأحجار وبين الماء، والجمع بين الأحجار وبين الماء له صورة معينة. صورته المعينة أن تبدأ بالأحجار في المحل الذي خرج منه الخارج، ثم بعد ذلك تتبع الماء وتصب الماء على هذا المكان الذي خرج منه الخارج. السؤال الأول، لماذا فعلنا هذا؟ بدأنا بالأحجار ثم بعد ذلك تلونا وتبعنا بالماء أو أتبعنا الماء. قالوا لأنك إذا استخدمت الأحجار في هذا المكان ستزيل عين النجاسة، لأن الأحجار شرط تستعمل أحجار تستعمل أحجار حتى تزيل عين النجاسة، فلا يبقى بعد ذلك إلا أثر لا يزيله إلا الماء. ثم بعد ذلك وأنت تستعمل الماء لا تلامس يدك النجاسة، فتبدأ بالأول بتخفيف النجاسة ثم بعد ذلك تبدأ بصب الماء على المكان مع الإزالة، لأن الاستنجاء بالماء فيه مخالطة ومخامرة للنجاسة. لكن لما تزيل بالأحجار، الأحجار وأنت تزيل بها ده أنت ماسكها وبتعمل كده اهو، ما بتخالطش النجاسة، مخامرة بيسموها في الكتاب عندك مخامرة يعني مخالطة. يبقى أولا الأحجار تمنع عنك مخامرة يدك، مخامرة يدك للنجاسة. ثم بعد ذلك لما تصب الماء وتستنجي بالماء لا تخامر يدك النجاسة لأنها قد زالت، وإنما تخامر الأثر، فيكون ذلك أنك خففت ثم بعد ذلك استعملت الماء بغير مخامرة النجاسة. فهنبدأ أولا بالإيه مشايخ بالأحجار، لأن الأحجار هتزيل عين النجاسة، تخفف وتشيل. ثم بعد ذلك وثم هنا لمجرد الترتيب، وليس هناك مهلة بينهما منزوعة الدلالة على المهلة، لأن ما يفهمش أن أنت لازم الأول تستعمل الأحجار وتنتظر
شيئا قليلا ثم بعد ذلك تستعمل الماء، لأنك ممكن تستعمل الأحجار وفورا تستعمل الماء، فليس هناك مهلة. ولذلك قال الشراح ثم هنا لمجرد الترتيب ولا دلالة لها على المهلة والانتظار. فيكون لديك صورتان، صورة تستعمل الأحجار ثم تنتظر قليلا ثم تستعمل الماء، الصورة الثانية تستعمل الأحجار فالماء فورا. ولذلك الفاء ثم هنا لماذا؟ للترتيب فقط بدون الدلالة على المهلة، حتى تتناول العبارة هاتين الصورتين. يتبعها بالماء كما في العبارة، ثم يتبعها بالماء، ثم يتبع الأحجار بالماء، يعني يأتي بعد ذلك بالماء. ولماذا أتى بالماء؟ قالوا ولم يكتفي بالأحجار، قالوا لأن الماء يزيل الأثر، يبقى أثر دقيق جدا، جزيئات دقيقة لا يستطيع الحجر أن يصل إليها، وتزيلها ويزيلها الماء. وهنا تكلم علماؤنا على عدة أشياء، لأنه قال ثم يتبعها بالماء، فتكلموا على بالماء هل يدخل في ماء زمزم؟ فقالوا نعم يدخل فيه ماء زمزم، لأنه يجوز أن تزيل النجاسة بماء زمزم إجماعا. طب هل الجواز، يعني الجواز دائرة أوسع، يشمل الواجب ويشمل المندوب ويشمل كذلك المكروه وخلاف الأولى، جواز يعني الإثم مع عدم الإثم، ولكن اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم ذهب إلى الكراهة وبعضهم ذهب إلى خلاف الأولى، وبعضهم ذهب إلى الحرمة. والمعتمد أنه أي استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة خلاف الأولى. ابن حجر في شرح العباب قال بأنه حرام مع الإجزاء. عارفين ابن حجر ولا مش عارفين؟ ابن حجر الهيتمي صاحب التحفة وصاحب العباب، شرح العباب اسمه الإعاب شرح العباب، الإعاب شرح العباب، بيقول وصل فيه لغاية كتاب الوكالة. وأخبرني بعض الناس بأنه وقع، أو أخبره بعض الناس أيضا بأنه وصل فيه إلى كتاب الطلاق. اللي موجود هنا في الأزهرية أنه وصل فيه إلى كتاب الوكالة أو الوكالة، وهو شرح متسع، لأنني اطلعت على بعض ما فيه فوجدته شرح عميق جدا. عشان تقروه محتاجين تدرسوا فقه شافعي ليل نهار 50 سنة وبعد كده تقروه. اسمه شرح الايه؟ العباب، الإعاب شرح العباب. قال بأنه حرام مع الإجزاء، حرام أن أنت تزيل النجاسة بماء زمزم، كأنه يعني يرى أن فيه امتهان، يرى أن فيه عبث مع شيء مطهر مشرف في الشريعة وهكذا. وأهل مكة يمتنعون من استعماله في الاستنجاء تكريما وتعظيما وتفخيما لجلالة الماء، لأنه طعام طعم وشفاء سقم، ولأنه من شربه وأراد أن يدعو بما يدعو استجاب الله له. ويشنعون التشنيع البليغ على من يفعل ذلك، لو لقوا حد بيزيل النجاسة بماء زمزم يفضحوه، شنوا عنه يعني إيه يفضحوه؟ هذا الذي يهين ماء زمزم، هذا الذي يصنع به، وهذا وهذا.
ومقصودهم بذلك أنهم يعظمون ماء زمزم. وتكلم العلماء عن مسألة وهي مسألة نظرية، هل يجوز كذلك إزالة النجاسة بالماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ يجري فيه ما جرى في ماء زمزم بل وأولى منه، وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ماء الكوثر، ماء الكوثر ما تشربه إن شاء الله. كل دي مسائل نظرية، وفينا مسائل نظرية، وما حبي النظري دوت فايدته إنه هو بيفكر بيستخدم الأدوات بيجرب ويدرب ملكاته، عبارة عن عملية تمرينية على الاجتهاد، لأنه هو لو وقف دماغه الصناعة بتقل والخبرة بتقل، لكن الصناعة زي ما هي يعني، لكن الخبرة بتقل. هنا بقى أيضا علماؤنا تكلموا على أشياء لطيفة جدا، من أن هو بيقول إيه، اقروا كده معانا النص، بيقول ثم والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. الأحجار هل يشترط فيها أن تكون يعني طاهرة أم لا؟ قال علماؤنا ظاهر العبارة يرشد ويفيد إلى أنه لا يشترط، لأنه هو لم يشترط هذا، ففضيلة الجمع تحصل بأن يستنجي بأحجار متنجسة ثم بعد ذلك يتبعها الماء، لأن العلة موجودة. هي إيه العلة؟ إن الحجر بيزيل العين، سواء كان الحجر نجس سواء كان الحجر طاهر، الحجر أزال العين. ولذلك قالوا أصل فضيلة الجمع تحصل بأن يستعمل أحجارا ناجسة ثم بعد ذلك يتبعها بالماء، لكن إن أراد الأكمل وأراد الثواب الأعلى وأراد تحصيل الفضيلة الأسمى فعليه أن يستعمل أحجارا طاهرة. ثم قال وممكن تحصل وهل تحصل فضيلة أصل الفضيلة بحجرين، أن يستعمل حجرين ثم بعد ذلك أن يستعمل حجرين ثم بعد ذلك يستعمل الماء، أو أن يستعمل حجرا ثم بعد ذلك يستعمل الماء؟ قالوا نعم، العلة هي التي ترشد. انتبهوا أيها الطلبة، لأن العلة هي التي كثرت وولدت الفروع. فهموا العلة، ما هي العلة من أفضلية الجمع؟ قالوا العلة من أفضلية الجمع يعني أن يزيل الحجر العين، فمشوا مع هذه العلة، فرأوا أن الحجر النجس يحقق العلة التي هي المبتغى والمقصود والمراد، وأن الاستنجاء بحجرين أو بحجر يحقق هذا، وهكذا. فصاروا خلف العلة فولدوا وفرعوا. طيب، ثم تكلموا، لأنه قال والأفضل أن يستنجي، وهل يا ترى هذه الأفضلية حاصلة في البول والغائط معا؟ نعم، لأن العلة موجود وهي إزالة العين، عين البول أو عين الماء. نقرأ العبارة اللي بعديها، دي رقم كام يا مشايخ؟ خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. فصل والاستنجاء واجب، دي واحد من البول، اثنين والأفضل أن يستنجي بالأحجار، ثلاث يبقى ده الرابع. قال ويجوز
أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. دي الجملة رقم كام؟ أربعة. صباح الخير. إن هو دول مسألتين، أنه يجوز أن يستنجي بالماء ويجوز أن يستنجي بالأحجار. وشو انظر بقى إلى الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قدم الماء، دليل على أن الماء أفضل، وأخر الأحجار، دليل على أن الاستنجاء بالأحجار مفضول. يبقى لدينا طريقة الجمع أفضل من طريقة الإفراد. طريقة الجمع أن يجمع بين الأحجار وبين الماء في الاستنجاء، وطريقة الإفراد أن يقتصر على أحدهما. ثم ننزل إلى طريقة الاقتصار ونفاضل بينها، أيهما أفضل؟ قالوا الأفضل أن يستنجي بالماء، لأن الماء هو الأصل في إزالة النجاسة. رقم اثنين، لأن الماء يزيل العين والأثر، ولأن الحجارة لا تزيل إلا العين، ويبقى بعد ذلك أثر دقيق لا يزيله إلا صغار الخزف. ده قالوا كده في الحواشي يا مولانا، واللي قرأ الحواشي عمره ما اللي قرأ ما قرأش الحواشي عمره ما حواشي. خلاص ادي اهو. الا بقى في صوره قالوا بان استعمال الاحجار افضل من استعمال الماء. قالوا فيما اذا ابت نفسه ان يستعمل الاحجار. قال لا لا لا، احجار ايه اللي اعرف ده، ارمي ارمي ارمي. فحينئذ ينبغي ان يقهر نفسه وان يقوم بالاستجمار بالأحجار حتى يعالج الأنفة التي أصابته. ولذلك في الشيخ الخطيب قال إيه؟ إلا إن أبت نفسه الاستجمار بالأحجار، فحينئذ يكون الاستجمار بالأحجار أفضل من الاستجمار بالماء، لأن هو كده شخص عايز يعالج نفسه. فيعالج نفسه إزاي؟ يعالج نفسه بأن يستعمل الأحجار، ويكون استعمال الأحجار في حقه مندوب وأفضل من الماء. طيب الماء، ما هو الضابط في استعمال الماء؟ قالوا أن يستعمل الماء بحيث لا يشم رائحة للخارج. يبقى يظل يستعمل الماء حتى لا يشم رائحة لما خرج منه، بذلك يكون قد تيقن أنه أو غلب على ظنه أنه قد أزال العين التي خرجت منه، أو أن يعني يخشى المحل بعد مرونته. كلام طويل في هذا، خليه لما نقرأ إن شاء الله الإقناع. ويجوز له أن يقتصر على الماء، خلصناه، أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. ينقي بهن المحل من أنقى، ينقي يبقى ثلاثة أحجار. هنا أشار إلى الاستجمار بالأحجار، والاستجمار بالأحجار جائز، والذي دل على ذلك الأحاديث من السنة في ذلك كثيرة، فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأذن فيه. قالوا ويجب في الاستنجاء بالأحجار أو الاستجمار بالأحجار أمران. وهو هنا أيضا أشار إليهما بإشارة لطيفة، قال ثلاثة أحجار وينقي بهن المحل. بس آدي الواجبين في الاستجمار، أن تكون الأحجار ثلاثة وأن يحصل معها النقاء، وده اللي موجود في السنة، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي له بحجرين وروثة،
فأخذ الحجرين صلى الله عليه وآله وسلم وألقى الروثة وقال هذا ركس، يعني نجس، ائتيني بحجارة ثالثة. وقال من استنجى فليستنجي ثلاثا كما ورد. الأخبار كثيرة في هذا، وعندك قراءة كتاب أوسع نهتم فيها بذكر الآثار وبذكر الأدلة عن هذا، لكن هنا نحن نريد أن نؤسس أرضية فقهية. يبقى أولا لابد أن يستنجي بثلاثة أحجار، ولا بد أن تكون هذه الثلاثة يعني مستوعبة لكل المحل، في تفاصيل في هذا كثيرة. يبقى لابد أن تكون بثلاثة أحجار، أي ثلاث مساحات يعم بهن المحل. هب أن لديه حجارة، حجر له ثلاثة أطراف، هل يجوز أن يستعمله؟ نعم، لأن كل طرف من الأطراف قائم مقام مسحة. ثاني الواجبات نقاء المحل، يعني أن يطهر وأن ينقى المحل، وتزال العين بحيث لا يبقى إلا أثر، لا تزيله إلا الأحجار الخفيفة الصغيرة من الخزف. ينقي بهن أي بالأحجار، ومثل الأحجار كل ما قام مقامها، وسنتكلم عنها بعد ذلك. هب أنه لم ينقي المحل إلا بأكثر من ثلاثة أحجار، وجب عليه ذلك لأن الإنقاء واجب. أنقى بأربعة أحجار، أربعة هي أربع أحجار، واجب عليه أن يستعمل الأربع، والخامسة يأتي بها على سبيل السنة، ستة واجب عليه حينئذ أن يستعمل ستة أحجار، والسابعة الوتر يكون سنة. ما هو ضابط الحجر الذي يجزئ؟ قالوا كل ما كان جامدا طاهرا قالعا غير محترم، اللي هم بيقولوا عليها مولانا ايه في معنى الحجر، يعني في معنى الحجر الوارد، كل جامد دي رقم واحد، طاهر رقم اثنين، قالع رقم ثلاث، غير محترم رقم أربعة. فيشترط في الحجر أن يشتمل على هذه الأربع، جامد طاهر قالع غير محترم. اعملها بقى بيت شعر. فيجزئ الاستنجاء بما اجتمعت فيه هذه الأوصاف، والتنصيص على الحجر في الأخبار إنما هو لكونه المتاح في عصر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أولها جامد، خرج بالجامد المائع غير الماء الطهور، المائع غير الماء الطهور. ده الماء الطهور كمان مش هيبقى استجمار، ده هيبقى استنجاء واستطاب. نتكلم على الأحجار، افرض واحد جه سألني قال لي هل يجوز إزالة أو الاستنجاء بالبيبسي؟ ما النوبة اللي فاتت هل يجوز إن احنا نتمضمض بالشاي؟ إنه بدأ هيجيني نفس السؤال، هل يجوز الاستنجاء بالشاي الأخضر أو بالقهوة؟ بنقول له لا، بنقول له لا. طب وهل الشاي ده في والبيبسي في معنى الاستجمار؟ لا، لأنه مش جامد. وخرج بالطاهر النجس كالبعر كما ورد في الحديث، وكذلك المتنجس كالماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة أو الكثير الذي تغير. وخرج بالقالع الذي لا يقلع كالزجاج والقصب الأملس، مهما حضرتك استدوى الألم ده، الألم ده لو استعملته مش قالع لأنه أملس اهو، خد الألم جربه، بس مش الألم ده الألم بتاعك، لأن الألم ده غالي. وبغير محترم، خرج المحترم
فلا يجوز ان حضرتك تستعمل في الخارج الملوث خبز تاخد معاك رغيف كده وتستعمله، لا يجوز، لا ولا يستعمل، لأن الخبز ده طعام الآدميين وده حرام، امتهان للطعام وإلى آخره، ولا يزيل ولا يجزي حتى ولو كان رغيف فينو. أو إن أنت خدت العظم، العظم ده لأن العظم ده طعام إخواننا من الجن فهو محترم، حدش يعتدي على طعام الجن وإلا هتتجنن. قال مطعوم البهائم كالحشيش يجوز، يجوز إن هو يستعملها في الاستجمار، وهي مما يعني توافرت فيها الأوصاف، أولا جامدة وطاهرة وقالعة وغير محترمة. طب الفول بقى اللي احنا بناكله والبهائم بتاكله محترم بقى ولا مش محترم؟ قال لك والله انظر للأغلب، مين اللي بيأكلوا أكتر؟ لو الآدميين بيأكلوا أكتر يبقى حضرتك يبقى ده بالظبط محترم، وما ينفعش إن أنت تستعمله في الاستنجاء، ما تقولش كده دي فولة كبيرة كده أهو وهستعملها كالحجر، لأنه حينئذ محترم. معلش، طب افرض إن البهايم بتأكلوا أكتر يبقى ليس محترما ويجوزه حينئذ استعماله في الاستجمار. هب أنهما تساويا، قالوا هل تجري فيه الربا حينئذ أم لا؟ فإن قلنا بجريان الربا فيه فإنه محترم، وعلى ذلك لا يكون مستعملا في الاستجمار، وإن قلنا بعدم جريان الربا فإنه حينئذ يكون غير محترم فيجوز الاستعمال، والراجح جريان الربا فيه، وعلى ذلك فلا يستعمل في الاستجمار. طب يا مشايخ، بعد كده قال إيه بقى؟ فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. يبقى دي رقم كام يا مشايخ الإسلام والإيمان والإحسان؟ خمسة أو ستة، لأنه قال فإذا أراد الاقتصار على الماء على أحدهما فالماء أفضل، وقلناها لأن الماء يزيل العين والأثر. بعد كده ويجتنبوا، هنا في مسائل، مسألة لطيفة، قالوا لا يجب الاستنجاء من النوم، حضرتك صاحي من النوم لا يجب على حضرتك انك انت تستنجي، ليه؟ لانه ما وردش، وينبغي علينا ان نقف مع الوارد، لم يرد عن سيد السادات صلى الله عليه واله وسلم وقد وقع منهم النوم يعني وقوعا متكررا، لم يرد عنهم ولا عن أحد منهم ولا عن سيد السادات أنه استنجى بعد الاستيقاظ من النوم، كما أنه لا يستنجي من الريح، لأنه أيضا لا دليل على ذلك، سواء كان المحل رطبا يعني خرج ريح ولقى المحل رطب. معلش، ما هو حاجات لازم أنا أقولها، إن الله لا يستحي من الحق. السيدة أم سليم قالت لسيدنا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ شوف الفهم الواعي، قال نعم إذا رأت الماء وبدأت، مفيش حياء يا أخوانا في العلم. أو كان المحل يابسا، بل قالوا لو استنجى من الريح فقد فعل مكروها، ده المعتمد كده. لماذا؟ لأنه هو ده يعني أنت مزايد على الشرع، أنت تفعل شيئا لم يرد. الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه قال بعد الاستنجاء قل اللهم طهر قلبي من النفاق،
وحصن فرجي من الفواحش. ايه مناسبة الدعاء ده للاستنجاء؟ ما تفكروا. واحنا انا لازم انا اللي افكر؟ انا دماغي تعبت من التفكير. شوف سيدنا ابو حامد الغزالي كان عالي جدا في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، لانه لما دخل الاستنجاء وازال النجاسة عن بدنه تذكر النجاسة المعنوية، فدعا أن يزيل الله سبحانه وتعالى النجاسة المعنوية من قلبه وهو النفاق. ما هو النفاق ده نجاسة، ولكن نجاسة معنوية، كما أن الخارج ده نجاسة، بس دي نجاسة حسية. فكانت النجاسة الحسية مذكرة للنجاسة المعنوية. يا سلام، النفاق ده حاجة عالية. أو شوف العلاقة، شايف الناس اللي بتشوف ربنا في كل شيء حاجة جميلة. هو دي العلاقة الجميلة مع الله، أن ترى الله في كل شيء، واخد بالك، يذكرك عند الغفلة. وقال وحصن فرجي، ما هو الرجل يستنجي في الفرج، فأراد أن يدعو بأن يحصن الله سبحانه وتعالى فرجه وأن يحفظه من الفواحش، كما حفظ أعضاءه من المرض وكانت أعضاء سليمة، لأنه هو بيستنجي تذكر سلامة الأعضاء حسا، فانتقل ذلك إلى سلامتها معنا. وسلامتها حسا ألا تصاب بمرض، وسلامتها معنا ألا يدخلها معصية لله سبحانه وتعالى. فشايف التأمل بقى، ناس شايفة ربنا في كل حاجة. ثم قال بعد ذلك انتقلوا إلى السادس، قال ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. الشراح في الحتة دي كلموا كلام لطيف جدا، ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها. ويجتنب استدبارها، الاستقبال أن تكون في مواجهة وجهه، سواء كان يؤدي البول أو يؤدي الغائط، أو قاعد أهو وادي القبلة أمامه وجلس للبول أو للغائط، يبقى هكذا مستقبلا له. طب هي في ظهره وجلس هكذا وجعلها يعني ظهرية و استنجى أو تبول أو تغوط، يبقى هو كده إيه؟ مستدبرها، يعني جلس لقضاء الحاجة، جعلها في ظهره يبقى مستدبرا لها، جعلها في وجهه وهو يقضي يبقى مستقبلا لها. قالوا يندب أن يجتنب أي على سبيل الندب استقبال القبلة، ويجتنب كذلك استدبارها. وقالوا هذا الندب محمول على غير البناء المعد لقضاء الحاجة، يعني كت ولت الدبليو سي، بيسموه ايه؟ دبليو سي بالانجليزي، واحنا عندنا بنقول ايه؟ الحمامات. يبقى اجتناب استقبال القبلة واستدبارها مندوب في غير المكان المعد لقضاء الحاجة، يعني الاجتناب لاستقبال أو الاستدبار في غير الحمامات، في غير الدبليو سي، في غير التواليت، ندبا في غير البناء المعد لقضاء الحاجة مع الساتير المعتبر، يعني هو إما أن يقضي الحاجة في المكان المعد لقضاء الحاجة، فهذا لا علاقة له لا بالاستدبار ولا بالاستقبال ولا بأي شيء، ولا يجب عليه ولا يستحب ولا يندب أن يجتنب الاستقبال والاستدبار في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة وفي غير الأماكن المعدة لقضاء الحاجة. قالوا يندب حيث كان هناك ساتر أن يستقبل وأن يستدبر،
ما هو بقى ضابط الساتر؟ قالوا ضابط الساتر أن يكون ارتفاعه قدر ثلثي ذراع بذراع الأدمي، ويكون بينه وبينه أقل من 3 أذرع. ذراع الأدمي قد إيه؟ 61 سنتي. ثلثي ذراع أنت بقى قد إيه؟ تبقى 40 سنتي. يبقى طول الساتر 40 سنتي، وبينك وبينه 2 متر. قل الساتر عن 40 دخلت في خطر الاستقبال والاستدبار. طال بينك وبين وما بين الساتر عن أكثر من 3 أذرع يعني 2 متر إلا 20، يبقى أنت دخلت في خطر الاستقبال والاستدبار. ثم بعد ذلك، هل لو لم يكن أنا مستقبل وأنا مستدبر ولكن أرخيت ثوبي كما يفعله بعض الناس، يجلس يرخي ثوبه بحيث أن أنت لو نظرت لا ترى شيئا منه؟ قالوا يكفي هذا، لأن هذا يعد ساتر. قال ويحرم إذا لم يكن هناك ساتر ولم يكن في بناء معدل لقضاء الحاجة واستقبل أو استدبر. قالوا فإنه حينئذ يحرم، وهذا الذي تناولته النصوص. وبذلك جمع الشافعي عالم هذه الأمة الذي ملأ طباق الأرض علما بين الأحاديث الواردة المختلفة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكيفية. وهذا مما حسب للشافعي في تعامله مع النصوص. طيب، ويستثنى من الحرمة ما لو كانت الريح تهب عن يمين القبلة. القبلة هي الريح بتيجي كده، إلا هيحصل إن أنا لو ما استقبلتش، ما هو الريح بتيجي كده، يبقى لو أنا وقفت كده في وجهها هترد إلي النجاسة، لو استدبرتها هترد إلي النجاسة. فماذا أصنع حتى تبعد عني نجاسة؟ يبقى أستقبل. يبقى دي حالة ضرورة، فيجوز لي الضرورة القصوى، والضرورات تقدر بقدرها. إذا تعارض الاستقبال والاستدبار، إهب إنه هو تحتم عليه إما أن يستقبل وإما أن يستدبر، ما فيش مفر، يمين غير ممكن إنه هو يفعل هذا وشمال، ما فيش إلا الاستقبال أو الاستدبار، أيهما يقدم؟ قال تعين الاستدبار، لأن الاستدبار أخف، يبقى هيدي دبر لي القبلة ويأتي بالبول وبالغائط. لماذا؟ قالوا لأنه لو استقبل هتبقى يعني العورة مواجهة للقبلة، وهذا شيء من الإساءة، لكن لو استدبر أخف. قالوا ولا يحرم أيضا مما ذكروا في هذا الموطن، أنه لا يحرم ولا يكره استقبال القبلة ولا استدباره حال الاستنجاء، لأنه لم يرد في ذلك نهي، وما لم يرد لا نقول فيه شيء. أو في حال الجماع لا يحرم ولا يكره حينئذ أن يعني يستقبل أو يستدبر. أو في حين إخراج الريح، يعني هو بيخرج الريح لا يحرم عليه ولا يكره أن يواجه به القبلة. ثم قال بعد ذلك قال ويجتنب البول. يبقى دي رقم كام يا مشايخ الإسلام والإيمان؟ 7 في الخير إن شاء الله يا أولاد. ويجتنب البول في الماء الراكد. يجتنب هذا على سبيل الندب، هنا شرع في من آداب الاستنجاء. هات كده معنى الأداب عندك يا مولانا، هيقول لك إن هي كل مطلوب، والآداب جمع أدب، وتستعمل في هذا الموطن على سبيل الاستحباب. يبقى هنا هذا شروع في أول الآداب للاستنجاء، كل اللي مر ده أحكام الاستنجاء. الأدب بقى، مصر يقول لك الأدب فضلوه على العلم،
هات كده قول. قوله واجتنبوا أدبا أي ندبا، وقوله قاضي الحاجة لا في الأول خالص، والاستنجاء واجب أول الفصل هيتكلم على تعريف الأدب. فين أول الفصل؟ الكتاب ده معاك بقاله 20 سنة حتى دابت أوراقه منك. فالمراد بالآداب ما يشمل المندوبات والواجبات خلافا لمن قصره على الأولى على الواجب على المندوبات فقط، فإن بعض ما ذكره هنا واجب وهو اجتناب استقبال الاستقبال والاستدبار عند عدم الساتر كما سيأتي بقوله ويجتنبوا وجوبا قاضي الحاجة استقبال القبلة واستدبارها إلى آخره. كويس، لا ده تصحيح لينا. ماشي. والحاصل أن الأدب لغة الأمر المستحب، والمراد به هنا مطلق المطلوب ليشمل الواجب. طيب يبقى عدله بقى، أنا مشيت مع الآخر، لا واحدة واحدة نقراها تاني. حط جنبك الأوراق والورقات والورق وكل شيء أحصيناه كتاب، حط جنبك كل الكلام ده. والحاصل يبقى هو الشيخ البجوري عدل وصحح ما نريد أن نقول، وهو إن الأدب هو كل ما يطلب سواء كان على سبيل الندب أو على سبيل الواجب، وهناك من جعل الآداب قاصرة على الندب فقط. احنا عندنا مصطلحين، مصطلح قصر الآداب على المندوبات، ومصطلح وسع دائرة الآداب فأدخل فيها الواجبات كما يذكر سيدنا الشيخ البجوري. ها خلاص يلا. والحاصل أن الأدب لغة الأمر المستحب، الأمر المستحب تأدبت يعني افعل شيئا يستحسن يعني. والمراد به هنا مطلق المطلوب ليشمل الواجب. صح كده، يبقى احنا صححنا. قال وهذا الأدب مندوب إليه وهو اجتناب البول في الماء الراكد. الماء الراكد نهى الشرع عن أن يتبول الشخص فيه كما ورد ذلك في حديث مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. ومثل البول التغوط، ومثل البول والتغوط أن يتبول أو يتغوط في شيء ويضعه في الماء. والنهي هنا ما هل هو للكراهة ولا للتحريم؟ المعتمد أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، وذهب بعضهم إلى أنه للتحريم لأن فيه إفسادا للماء. ولا فرق هل هذا الأدب يشمل الماء الكثير والماء القليل؟ نعم، فلا يتبول ولا يتغوط لا في ماء كثير ولا في ماء قليل. قال وفي الليل يكون أشد، يعني التبول أو التغوط في الليل في الماء يكون أشد كراهة لأن الماء بالليل مأوى الشياطين ومأوى الجن، لعله يتبول أو يتغوط فيسقط الماء على أحدهم فيؤذيه، واخد بالك؟ طيب ومحل الكراهة ما هو بيقول يكره التبول والتغوط في الماء الراكد. قالوا هذا وإن كان مكروه إلا أنه مقيد بما إذا كان هذا الماء ماء المتغوط أو ماء المتبول، وبأن وجد غير هذا الماء، لأنه افرض لم يكن إلا هذا الماء وهو ماء قليل وستدخل عليه الصلاة ولا يتوقع حصول ماء آخر، يبقى هكذا هو يؤدي إلى ضياع الصلاة وإلى عدم إيقاعها. أما إذا كان الماء مملوك لغيره حرام، لأنك تتصرف في مال الغير بغير إذنه ولعلك يعني تفسده عليه،
وإن قلنا بأنه يرجع مرة ثانية إلى الطهورية، أو كان ماء مسبلا، ماء موقوف للطهارة أو للشرب وتبول فيه بيستظرف يعني، أو تعين للطهارة، خلاص ليس عندي ماء إلا هذا الماء ودخل علي الوقت، فإنه حينئذ يحرم علي أن أتلفه، لأن تلفه يؤدي إلى ضياع الصلاة. طيب ما الحكم؟ أنت بتقول الماء الجاري، طب والماء الراكد وما الحكم في الراكد؟ نقل سيدنا الإمام النووي في المجموع عن جماعات من أهل العلم أنه يكره في الماء الجاري القليل دون الكثير، ويكون في الليل في الماء الجاري أشد كراهة. ثم قال بعد ذلك رقم كم يا مشايخ الإسلام؟ وتحته يبقى 8 الشجرة المثمرة، وكذلك يكره التبول والتغوط تحت الشجرة المثمرة، فالمندوب حينئذ أن يترك ذلك، المندوب أن يترك التبول وأن يترك التغوط تحت الشجرة التي من شأنها أن تثمر، حتى وإن كان ثمرها مباحا، اللي عايز يأكل منه يأكل منه، ولو كان ذلك في غير وقت الثمرة. لماذا؟ قالوا لأنه يعني يبقى قد يقع تقع الثمرة على هذا البول أو هذا الغائط فيراها أحد فتعاف نفسه من أن يأكلها، فأنت كده يعني ساع في إهلاكها وإفسادها، ولم يحرم ذلك لأن ذلك غير يعني غير متيقن. قالوا نعم إن علم وجود ماء يزيل النجاسة قبل وجود الثمرة لم يكره. افرض إن هي الشجرة لما تثمر بعد وكان هناك مطر سيأتي وهو يعلم ذلك ومتأكد منه، فإنه يجوز له أن يتبول في هذا المكان أو يتغوط، لأن الماء سيأتي بعد ذلك ويزيل البول ويزيل الغائط، وخلصنا الحمد لله من هذا. وقال علماؤنا لا فرق في الثمرة المذكورة في العبارة بين ثمرة مأكولة وثمرة غير مأكولة. والطريق رقم كم يا مشايخ الإسلام؟ وفي الطريق، وفي الطريق يبقى 9، 9 في الخير إن شاء الله، اكتبوا فوق كده 9. أيوة، يجتنب البول والغائط ندبا في الطريق المسلوك. المسلوك يعني إيه؟ يعني التي يسلكه الناس ويطرقه الناس، هب أن هناك طريقا لا يسلكه أحد قط يجوز له أن يتبول أو يتغوط فيه لأنه لا يؤذي به أحد. طريق مسلوك ما تعملهاش في الطريق، واحنا هنا في مصر بنلاقي ده الكلام ده كتير يعني، بالاخص في المناطق اللي هي مكتظه بالسكان، مناطق الشعبيه يعني. المانع النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا وما اللعانان يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. يعني هو التخلي في طريق الناس يعني هذا البول أو هذا الغائط يلعن، اللي هو لا يلعن ولكنه يتسبب في اللعن. أصحابكم ما لكوش في الثقافة المصرية الكلام ده، كأن معمول عندنا هنا. سيدنا الشيخ الخطيب ده مصري من شربيل، واخد بالك؟ فأنا شفت الناس دي كده، كنا بنمشي ونلاقي الحاجات في الطريق يعني غائط أو بول، فالناس الكبار عندنا يقول لك يا الله يلعن اللي عملها، أهو شفت بقى إيه الثقافة، الله يلعن اللي عملها.
يبقى اسمها ايه؟ سيدنا رسول الله سماها اللعانان، سماها لعان، بس مش هي اللي لعنت، لكنها هي التي تسببت في أن يحصل اللعن من الغير عند رؤيتها. فعندنا في الفلاحين يقول لك يا الله يلعنك يا ذي البعيد، ما لقيتش مكان تعمل فيه إلا المكان ده، واخد بالك؟ فاهمين ولا اللغة بعيدة شوية؟ أنا حاسس إن أنا الكلام ده، واخد بالك، كأن الكلام ده نزل النهاردة، لأن الثقافة المصرية القديمة تعين على قراءة هذا الموروث. قال: تسبب بذلك في لعن الناس لهما كثيرا عادة، فنسب إليهما، يعني إلى هذه المادة البول والغائط، اللعن بصيغة المبالغة، لعان يعني كثير اللعن. ليه؟ لأنه الراجل ده لما يمشي هيقع فيها، الله يلعنك ويمشي، يأتي الثاني ويسير في هذا الطريق يصطدم بالغائط، الله يلعنك. فما من أحد يمر في هذا الطريق ويصطدم بهذا الشيء المقزز جدا إلا ويقوم بلعن هذا الرجل. الناس ده طبعها هكذا. إيه أشد شيء يعني يشفي الغل بعد أن أصيب بمثل هذه الصدمة وكأنه يعني لمس كهرباء؟ هو أنه هو يلعنه. قال: وكأن سيدنا رسول الله أراد أن يحذرنا من الأشياء التي تتسبب في اللعن، ومنها أنك تتبول في طريق الناس وأن تتغوط في طريقهم. وسيدنا رسول الله في حديث أبي داود قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد يعني في الطرق، وعلى قارعة الطريق، وكذلك في الظل. ليه؟ لأن الطريق يسيره الناس، وما سموه طريق ليه؟ لأنه بيطرق بالأقدام، لأنه يسلك. وقارعة الطريق يعني أعلاه، المكان اللي بيقعد فيه الناس وبيقف فيه الناس. والظل، المكان اللي هو ظل عند اشتداد الشمس، يحتمي الناس بهذا الظل من الشمس، فيأتون للاحتماء يجدون هذا البول والغائط فيلعنون من فعل ذلك. فكأن سيدنا رسول الله قال: أيها الناس احذروا من مواضع اللعن. وهنا الموارد طرق الماء، مش طرق الناس، طرق الماء، طرق الماء، المكان اللي احنا بنمشي فيه كي نحصل الماء. ودلوقتي طبعا مفيش الكلام ده دلوقتي. الشوارع. ايه؟ الشوارع. الشوارع. والظل. الظل ديك رقم كام؟ رقم 10. بارك الله في الحضور. قال: والظل، وكذلك يكره، وكذلك يندب ترك التغوط والتبول في الظل. ويكره ذلك لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلي في ظل الناس، أي في الصيف، يعني المكان الذي يحتمي به الناس في الصيف. وألحق بالظل في الصيف موضع اجتماع الناس في الشتاء، ما يجيش عارف ان في الجماعة الشباب بيقفوا هنا، واخد بالك، وبغير نميمة وغير غيبة، واخد بالك، ويتعمد ان هو يتبول في هذا المكان او يتغوط. لكن المشايخ القدامى قالوا لنا لو كان المكان ده الذي يجتمع فيه الناس، الناس اللي بيجتمعوا فيه دولت بيعصوا الله سبحانه وتعالى فيه، فيجوز لك ان تتغوط فيه وان تتبول فيه، ويكون التبول والتغوط من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيخ البجوري قال كده، هات هاله اقرا هاله. قال له: عارف ان المكان ده، المجلس ده مجلس غيبه ونميمه، قبل ما يقعدوا فيه روح اتغوط وتبول، واتغوط وخد راحتك، خد. قال له
هي حلوة أراها له. قوله وفي موضع الظل صيفا وفي موضع الشمس شمس شتاء. المراد منهما محل حديث الناس إن كان مباحا. محل حديث الناس إذا كان مباحا. فإن كان الحديث غير مباح، الشباب عندنا في مصر، ما أعرفش عندكم ولا لا، ده ليك ولا ليه، الشباب في مصر يجتمعون في مكان من الشارع ليشربوا المخدرات. تعمل ايه حضرتك؟ روح قبلهم وتبول في المكان ده عشان الريحة تظهر، ما يجتمعوش فيه للمنكر. روح وتغوط فيه. طب يا مولانا ما هو ممكن يلعنوني، هؤلاء لا عبرة بلعنهم، وأنت لم تفعل هذا إيذاء لهم، وإنما فعلت هذا من باب أن تنهاهم عن أن يجتمعوا للباطل والمنكر. طيب اقرأ كده كمل. وإلا بأن كانوا يغتابون فيه أو يجتمعون للمكس ونحوه. المكس اللي هو إيه؟ إن هم بياخدوا إتاوة وبياخدوا أموال الناس بغير حق، يقفوا في هذا المكان بلغة العصر يثبتوا الناس، ثبتوه ثبتوه وقلبوه، واخد بالك؟ وانتوا في 25 يناير حصل لكم كده، بس حصل لكم التثبيت في بيوتكم، حصل ما حصلش، وخدوا جهاز الكمبيوتر بتاعك. كمل انت اللي حكيت لي، مش انا اللي ما عنديش فراسه فيها. وإلا بأن كانوا يغتابون فيه أو يجتمعون للمكس ونحوه فلا يكره بل قد يجب. أهو بص الشيخ البجوري بيقول لك أهو، بل قد يجب. لماذا؟ لأنه من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعملها بإخلاص يعني ما تسيبش حاجة، وحبذا لو كان عندك إسهال. كمل عشان يعني عشان ما يرجعوش في اللي بيعملوه. كمل بتضحك ليه؟ ده علم هو الله، انتوا اللي عايزين العلم تخشوا بيه في حتة تانية. يلا كمل، هات اقراها انا عشان انت مش قادر تقراها. فين هي؟ اهو بيقول لك اهو، بل قد يجب إن أفضى إلى منع المعصية. يا سلام، خد يا مولانا، بارك الله في الإمام الشيخ البغول، إمام كبير. صرح الإمام الشرازي في المهذب بكراهة ذلك في المواضع الثلاثة اللي هي سبق قضية الموارد والظل وهكذا يعني، وفي المجموع وغيره. وظاهر كلامهم أن التغوط في الطريق مكروه، ده ظاهر كلام الأصحاب، إن التغوط في الطريق والتبول فيه مكروه. وسيدنا الإمام النووي بيقول لا، يعني أنا عندي وجهة نظر إنه ينبغي أن يكون حراما لأنه في إذاء شديد للناس، والإذاء بالناس حرام. لكن الأصحاب يعني قالوا بأن هذا الإذاء غير متيقن، فما قاله الأصحاب يعني هو الأدق. ونقل الإمام النووي في الروضة، في أصل الروضة، في أصل الروضة مش في زيادة الروضة، في الروضة، نقل في الروضة كأصلها، أصلها اللي هو العزيز شرح الوجيز، في الشهادات عن صاحب العدة أنه حرام وأقره. يبقى النووي في المجموع حرمه، والنووي في كتاب الشهادات من روضة الطالبين أيضا حرمه وعلله بأن فيه إذاء، وإن كان ظاهر كلام الأصحاب أنه مكروه. اقرأ كده، هيقول لك المعتمد، هيقول لك المعتمد أنه مكروه ومشي على طريقة الأصحاب. لكن المعتمد الكراهة، المعتمد في كل ما سبق إن التبول والتغوط في طريق الناس وفي ظلهم الكراهة. والثقب وهو بضم المثلثة، ثو
عبارة عن المستدير النازل، يبقى شيء مستدير كده هو نازل في الأرض أو في البناء، يبقى ده ثقب. والشق ده مستطيل كذلك، فيكره أن يتبول في الثقب، ويستحب ويندب أن يجتنب البول والتغوط في الثقب أو في الشق اللي هو عندك يقول لك والسرب، للنهي عنه في خبر أبي داود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتغوط أو أن يتبول في الثقب. لماذا؟ قالوا لأنه مسكن الجن، مسكن مكان يسكنه الجن، فأنت تعتدي على خلق من خلق الله، فينبغي عليك ألا تفعل. طب ولماذا لم نقل بأنه حرام؟ لأننا غير متأكد أن المسكن ده في جن، أو لأننا كمان إذا فعلت هذا قد يؤذيني الجن. فالشرع حطت وضع ضوابط حتى تتعامل مع الكون، ما فيش صدام، احنا ما بنصطدمش مع الكون، بل العلاقة التي بيننا وبين الكون الائتلاف، الألفة، التفاهم، كل ده من هنا. هنقرأ لكم بعد كده بصورة عصرية عشان دي طريقة الاجتهاد. وقيل إنه مسكن الجن، ولأنه حتى لو ما قلناش إنه مسكن الجن قد يكون فيه حيوان ضعيف، فإذا تبولت أو تغوطت تكون قد آذيته. فحتى إحنا ما لا علاقة لنا بخلق الله، حيوان في ثقب، حيوان في شق، لا علاقة لي به. من الذي خلقه؟ هو الله، فلا علاقة لي به. قال بعد ذلك أو يكون في حيوان قوي يؤذيك، تطلع كده مثلا عقربة تكون أنت آلمتها بالبول تقرصك، فما تعملش كده، يبقى الشرع خايف عليك. سيدنا رسول الله ينصحك من أجل الخوف عليك، ولا يتكلم على البول والغائط. شوف العبارة لطيفة، أو لا يتكلم على البول والغائط، هو أنا وأنا بتكلم واقف فوق البول والغائط ده أنا بتكلم وأنا بتغوط وأنا بتبول، ولكن هنا في شيء من الاستعلاء، كأنه برضك نظر إلى يعني علوك وإلى سفلك وهكذا. لا يتبول ولا يتغوط، لا يتكلم على البول والغائط، أي السنة في ذلك أن يترك الكلام حال قضاء الحاجة، فلا يتكلم لا بذكر الله ولا بذكر غير الله، ولو فعل ذلك فإنه يكون قد فعل شيئا مكروها. مسك الموبايل ودخل الحمام وبدأ يرغي في الحمام وهو بيتبول ويتغوط، حال تبوله وتغوطه مكروه. طب هو خلص قضاء الحاجة وهنا على الغائط يعني خارج مستمر، طيب هب أنه انتهى من قضاء الحاجة وجلس قليلا حتى يخرج ما عساه أن يخرج، وجاءه تليفون، ما فيش مانع أنه يتكلم لأنه ما فيش لبول ولا غائط، لأن الممنوع حال قضاء الحاجة. لكن قد يكون الكلام واجب، افرض أنه بيقضي الحاجة رأى أعمى سيقع في مهلكة، وجب عليه أن ينذره وأن يتكلم، لأن المفسدة تعارضت مفسدتان، أحدهما فوات روح والثانية مخالفة السنة. هيقدم إيه؟ هيقدم أعظمهما وهكذا. الحديث الذي ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما أو عن عورتهما، مش عورتيهما، عورتهما، يتحدثان فإن الله يمقت ذلك، يعني يكره ويبغض ذلك، رواه الحاكم. ومعنى يضربان يعني يأتيان، والمقت هو البغض. فلو عطس حمد الله بقلبه، عطس وقاعد بيقضي الحاج بولا أو غائطا، بقلبه يقول الحمد لله ولا يحرك لسانه،
ايه في البق؟ خلي لسانك في بقك ساكن، ولكن اي لا يتكلم بكلام يسمعه. بعد كده قال يا بقى مشايخ الاسلام والايمان والاحسان دي 11 ولا يتكلم، 12 ولا يستقبل الشمس. انا شايف ان الكلام ده في احترام للمخلوقات التي افادت الشمس والقمر، قد افاد البشر، فلا ينبغي ان تتعامل مع من افادك بقلة الأدب وعدم الاحترام. يبقى الشرع هنا بيعلمنا إيه؟ أن نحفظ الجميلة وأن نحترم المخلوقات التي ننتفع بها. الشمس تنتفع بشعاعها، عارف أنت لو عندك برد اطلع اقعد في الشمس لغاية ما تتحمص، ستجد أن البرد قد خرج من جسمك، لأن الشمس لها إشعاعات فوق بنفسجية تفعل الأفاعيل بالجسم. أنا عندي بنتي صغيرة لما كانت مريضة في بعض الأحيان وصف لي الطبيب أن تجلس في الشمس حتى تنتفع بشعاع الشمس، وقال إن هذا الشعاع يقوي العظم ويعطي الكالسيوم المفقود. القمر وعلامات وبالنجم هم يهتدون، القمر يضيء لك ليلا فتهتدي به في ظلام الليل الدامس، فمن انتفعت بضوئه في النهار وانتفعت بضوئه في الليل وغيره من المنافع تتعامل معه بهذه الطريقة. لا، احترم نفسك. احترم يا مولانا، احترم نفسك. قال ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، أي بقضاء الحاجة. طيب نمسك بقى الجملة دي، ودي رقم كام يا مشايخ الإسلام؟ 12 ولا 13؟ 13 12. ولا يستقبل الشمس ولا القمر، سواء كان ذلك الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة ببول أو حال قضاء الحاجة بغائط، أي يكره ذلك، يعني يكره الاستقبال، ولا يستدبرهما وكذلك يكره الاستدبار. ده كلام مين؟ كلام الإمام أبو شجاع. ولذلك قال الشراح هذا ما جرى عليه ابن المقري في روضه. ابن المقري ده من كبار أئمة الشافعية وله مؤلفات كثيرة في الشافعية، منها أنه اختصر روضة الطالبين في كتاب سماه الروض، روض الطالب. وروض الطالب من الكتب النفيسة البديعة جدا في المذهب، وشرحه شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه الشيخ زكريا الأنصاري في كتاب سماه أسنى المطالب شرح روض الطالب، وهو مطبوع وموجود على النت PDF. وعلق عليه الإمام الرملي الشهاب بحواشي دقيقة منيفة تدل على أنه فهم شيخه. لا دي بقى ليها قضية تانية نقعد نفسر فيها. فهو ذهب إلى هذا الرأي الذي دللناه وعللناه لكم بطريقة مرضية، والذي نقله النووي في أصل الروضة عن الجمهور أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار، أنه يكره استقبال الشمس والقمر ولا يكره استدبار الشمس والقمر. وقال الإمام النووي في المجموع وهو الصحيح المشهور واعتمده المتأخرون من الأصحاب وعلى رأسهم الإمام الخطيب الشربيني. الإمام النووي في كتاب سماه التحقيق قال لا أصل للكراهة. الكراهة استقبال واستدبار ما شفناش حديث، وعلى هذا إذا لم يكن هناك أصل للكراهة فينبغي القول بالإباحة. ولكن المعتمد
المعتمد أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار، وهذا الذي يفتى به في المذهب. وحكم استقبال بيت المقدس واستدباره حكم استقبال الشمس والقمر واستدبارهما، ما يقال في ذلك يقال في هذا. هذا نهاية درسنا اليوم في درس من ألطف الدروس التي أعطيناها في هذا المكان المبارك.